جيت للثورة هنا مش بحثا على مال ولا شهرة، جيت بالعكس بحثا على النجاح. إن شاء الله الثورة يكون منصة لانطلاق في النجاحات لي أنا وللفريق. بارك الله فيكم مرة أخرى على حسن الاستقبال. معناه واضح أوني سور لا مامونت، حتى بالعينين فهمنا، وهذا مهم جدا لأنه النتيجة في الأخير تجي بزوز رؤوس، رأس إداري ورأس فني. يظهرلي مع رئيس زروات، يظهرلي في خمسة دقائق الأمور كانت واضحة. ربي يسر ثنيتنا وربي يسر طريقنا إن شاء الله، وربي يجيبنا في الصواب. قيس يعقوبي مدرب تونسي 55 سنة، هذه التجربة تقريبا 16 أو 17 مع نوادي مختلفة في تونس. دربت بطبيعة النادي اللي تربيت فيه واللي لعبت فيه، دربت ثلاث مرات النادي الإفريقي مع عدة فرق أخرى، تقريبا 6 إلى 7 نوادي في تونس. دربت في المملكة الأردنية الهاشمية، نادي الوحدات، النادي الآسيوي الكبير، دربت اتحاد حلب في سوريا، دربت النادي العربي القطري، نادي الوكرة القطري، دربت في المملكة العربية السعودية. الجزائر تقريبا هو خامس بلد ندرب فيه علاوة على تونس. الحمد لله التجربة الموجودة، الإرث كلاعب كذلك كلاعب دولي تونسي سابق موجود الحمد لله. لي من التجربة الحمد لله، لي من الثقة في رب العالمين وفي شخصي أني إن شاء الله نقدر مع اللاعبين مع بقية الإطار الفني مهم جدا ومع الإدارة على أن إن شاء الله أمام التحديات خاصة هذه المرحلة الإفريقية إن شاء الله النجاح يكون حليفنا ربي.